يقول فيها المرسل أو تقول فيها المرسلة إلى فضيلة شيخنا الجليل، أرفع لفضيلتكم هذه المشكلة وفحواها، أني تزوجت من رجل هو متزوج في السابق، لكن زوجته توفيت وتركت له 3 بنات كبار، وجاء لهن نصيب وتزوجوا من خارج القرية التي نسكن فيها، وأنجبنا أولادا وبنات، فصار الأولاد كبار وهم ينادونني يا جدة، وأنا أقابلهم وأذهب معهم في السيارة سواء لزيارة الأقارب أو المستشفى أو غير ذلك. سؤالي، هل علي شيء في مقابلتي لهم وأيضا الركوب معهم في السيارة ولو غير ذو محرم؟ أرجو من فضيلة لكم الإفادة ولكم مني جزيل الشكر. لا حرج عليك في ذلك، وهم من محارمك، لأنك زوجة جدهم، لأنك زوجة جدهم من أمهم. والله سبحانه وتعالى في لما ذكر المحرمات قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وكلمة آباؤكم تشمل الآباء والأجداد من جهة الأم ومن جهة الأب. نعم.